الشفاء على ابن سينا، كتاب لابن سينا في الفلسفة يتمدح به هذا الملحد. ورسائل الإخوان المراد بهم إخوان الصفاء خلان الوفاء، وهم جماعة اجتمعوا في عهد الدولة الشيعية من بني بويه، تجمع هؤلاء الملاحدة وكتبوا رسائل مضمونها الخلط بين الأديان والفلسفة، يريدون أن يجمعوا الناس على هذه الرسائل ويتركوا أديان الرسل، خليط من الأديان السماوية ومن الفلسفة ومن مذاهب الإلحاد، دمجوها وصاغوها ويريدون يقولون هذا هو اللي وحد الناس ويجمع الناس، بدل ما يكون هذا مسلم وهذا نصراني وهذا يهودي وهذا وهذا، يجتمعون ويصيرون أمة واحدة على هذه الرسائل. ظهر الآن لهذه الدعوة أثر، أظن لهم ورثة الآن اللي يدعون الآن إلى توحيد اليهودية والنصرانية والإسلام، الآن دعوة قائمة يريدون أن يوحدوا بين الأديان الثلاثة، ويقول لا فرق بين يهودي ونصراني ومسلم، كلهم يؤمنون بالله، ويكون المسجد بجانب الكنيسة بجانب البيعة، ونكون أخوان ونجتمع ونتآلف. هذه دعوة إخوان الصفا، هي بعينها ما في دين إلا الإسلام، الباقي باطل، لا دين إلا الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وفي الآخرة من الخاسرين. ليس فيه دين إلا الإسلام، ومن اعتقد أن هناك دينا صحيحا الآن غير الإسلام فهو كافر ملحد، أو أن الإنسان مخير إن شاء يكون يهودي أو نصراني أو مسلم، هذا كفر والعياذ بالله. نعم.